فلما أكمل ركوع الصلاة وسجودها وقراءتها وتسبيحها وتكبيرها شرع له أن يجلس في آخر صلاته جلسة المتخشع المتذلل المستكين جاثيا على ركبتين، ويأتي في هذه الجلسة بأكمل التحيات وأفضلها عوضا عن تحية المخلوق للمخلوق إذا واجهه أو دخل عليه. فإن الناس يحيون ملوكهم وكافرهم بأنواع التحيات، وهو سبحانه أولى بتلك التحيات من كل ما سواه، فإنها تتضمن الحياة والبقاء والدوام. ولا يستحق أحد هذه التحيات إلا الحي الباقي الذي لا يموت ولا يزول ملكه. وكذلك قوله والصلوات، فإنه لا يستحق أحد الصلاة إلا الله عز وجل، والصلاة لغيره من أعظم الكفر والشرك به. وكذلك قوله والطيبات، هي صفة الموصوف المحذوف، أي الطيبات من الكلمات والأعمال والصفات والأسماء لله وحده، فهو طيب وكلامه طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب شيء وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب لا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا من كان طيبا، وإليه يصعد الكلم الطيب وفعله طيب والعمل الطيب يعرج إليه. فالطيبات كلها له، ومضافة إليه، وصادرة عنه، ومنتهية إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، رواه مسلم. وقد حكم سبحانه بشرعه وقدره أن الطيبات للطيبين، فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق، فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها له سبحانه، لا يستحقها أحد سواه، بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه. فطيب كل ما سواه من آثار طيبه، ولا تصلح هذه التحية الطيبة إلا له. ولما كان السلام من أنواع التحية، وكان المسلم داعيا لمن يحييه، وكان الله سبحانه هو الذي يطلب منه السلام لعباده الذين اختصهم بعبوديته وارتضاهم لنفسه، وشرع أن يبدأ بأكرمهم عليه وأحبهم إليه وأقربهم منه منزلة في هذه التحية، ثم ختمت هذه التحية بالشهادتين اللتين هما مفتاح الإسلام، فشرع أن يكون خاتمة الصلاة، فدخل فيها بالتكبير والتحميد والثناء والتمجيد وتوحيد الربوبية والإلهية، وختمها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وشرعت هذه التحية في وسط الصلاة إذا زادت على ركعتين، تشبيها لها بجلسة الفصل بين السجدتين، وفيها مع الفصل راحة للمصلي لاستقباله الركعتين الأخريين بنشاط وقوة. وجعلت كلمات التحيات في آخر الصلاة بمنزلة خطبة الحاجة أمامها، فإن المصلي إذا فرغ من صلاته جلس جلسة الراغب الراهب يستعطي من ربه ما لا غنى به عنه، فشرع له أمام استعطائه كلمات التحيات مقدمة بين يدي سؤاله، ثم يتبعها بالصلاة على من نالت أمته هذه النعمة على يده وبسفارته. فكأن المصلي توسل إلى الله سبحانه بعبوديته، ثم بالثناء عليه والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم بالصلاة على رسوله، ثم قيل له تخير من الدعاء أحبه إليك، فذاك الحق الذي عليك وهذا الحق الذي لك. وشرعت الصلاة على آله مع الصلاة عليه تكميلا لقرة عينه بإكرام آله والصلاة عليهم، وأن يصلي عليه وعلى آله
كما صلى على أبيه إبراهيم وآله، والأنبياء كلهم بعد إبراهيم من آله، ولذلك كان المطلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء بعده وآله المؤمنين. فلهذا كانت هذه الصلاة أكمل ما يصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها وأفضل، يعني الصلاة الإبراهيمية. فإذا أتى بها المصلي أمر أن يستعيذ بالله من مجامع الشر كله، فإن الشر إما عذاب الآخرة وإما سببه، فليس الشر إلا العذاب وأسبابه، والعذاب نوعان: عذاب في البرزخ وعذاب في الآخرة، وأسبابه الفتنة، وهي نوعان كبرى وصغرى، فالكبرى فتنة الدجال وفتنة الممات، والصغرى فتنة الحياة التي يمكن تداركها بالتوبة، بخلاف فتنة الممات وفتنة الدجال، فإن المفتون بهما لا يتداركهما. ثم شرع له من الدعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته، والدعاء في هذا المحل قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام وأنفع للداعي. وهكذا كانت عامة أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت في الصلاة من أولها إلى آخرها، فكان يدعو في الاستفتاح أنواعا من الدعاء، وفي الركوع وبعد رفع رأسه منه، وفي السجود وبين السجدتين، وفي التشهد قبل التسليم. وعلم الصديق رضي الله عنه دعاء يدعو به في صلاته، وعلم الحسن بن علي دعاء يدعو به في قنوت الوتر، وكان إذا دعا لقوم أو على قوم جعله في الصلاة بعد الركوع. وسر ذلك أن المصلي قبل سلامه في محل المناجاة والقربة بين يدي ربه، فسؤاله في هذه الحال أقرب إلى الإجابة من سؤاله بعد انصرافه من بين يدي ربه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، فقال: جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ودبر الصلاة جزءها الأخير كدبر الحيوان ودبر الحائط، وقد يراد بدبرها ما بعد انقضائها بقرينة تدل عليه، كقوله: تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة 33 أخرجاه. فهنا دبرها بعد الفراغ منها، وهذا نظير انقضاء الأجل، فإنه يراد به آخر المدة ولما يفرغ، ويراد به فراغها وانتهاؤها.